السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بدنا نطلع بالسيارة ومساح. التمساح عشان ياخذ شمس، لانه قلنا 4 ايام منخفض قوي جدا مطر، ولازم التمساح ياخذ شمس، مع انه مركبين له احنا لمبه تغني عن الشمس، بس ما شو لا بركب العمود لازم التمساح ياخذ طاقة شمسية. طبعا التمساح لما جبناه كان طوله 1.60 متر، كان ضعيف. حكيتها احنا ما دخلناه سباق شتوي، خليناه يضل ياكل، اعطيناه حرارة ويضل ياكل طول الفترة. لكن هاي الزواحف اللي زي التمساح بالذات لازم يكون جوا عنده، اللي هو لما تكون الدنيا شتاء وبرد وفيش شمس، لمبة اسمها UV. هاي UV بنشغلها بتغني عن الطاقة الشمسية، لكن مش بالكامل، يعني لما تكون شمس لازم الشمس. خليه ياخذ شمس اقل شيء، يعني لو 10 دقائق يضل بالشمس. طويل
بكون مبين ضخم. نمشي مصحان التمساح مرزرز. صحة صحة. بدي اضل اطعمي فيك اطعمي فيك لا خليك تصير زي الدبابة. اذا هلكيت التمساح قوي قوي فعلا. لما طلعناه يعني عنده قوة. وين اول ما جبناه ما كانش قوي، لكن عنده طاقة قوية. خليه ياخذ اشعة شمس، ضرورية هاي الاشعة، وهي بتساعد اكثر في انه يكبر حجمه. تقريبا يعني قربنا نخلص احنا من المنخفضات. بالصيف ببلش الاكل الصح والتضخيم. يا سيد تمساح يا سيد تمسوح. شاف دمته من هالمصحونة. يلا تعال رجعوا كفيه عشان لم الزواحف بيغني عن الطاقة الشمسية، لكن في نفس الوقت لازم طاقة شمسية.